الوصول إلى من هو أقرب إليك من الحمد لله. ربنا قال إيه؟ قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن لا يحول بينك وبين الله إلا نفسك. هل لبعد الحبل عنك؟ الله قريب وأنت بعيد. الله عز وجل سره ونوره وأياديه الطائلة وأسراره الواصلة وأمداده الهاصلة واصلة إلى عبده، بل أنها أقرب إليه من حبل الوريد. والله لا يحتاج إلى واسطة، لكن العبد المنقطع يحتاج إلى واسطة كي يصل بها إلى الله، كالأعمى الذي يستعمل المحانيل يضعها في عينه حتى يرى النور. كده ولا إيه؟ نعم. هو العين مش كده كده بتشوف؟ نعم. بتحتاج واسطة عشان تشوف ولا بتشوف بنور الله؟ إذا سر الله فيها بال، ما الذي يحجبها؟ عمش الأغيار، دخلها شوية تراب دخلها، فبتعمل ايه علشان تشوف بيها تاني؟ يحصل ايه؟ تحط قطرة. اذا فالله قريب لا يحتاج الى واسطة. نقول له متشكرين يا سيدنا العاقل، لكن البعيد يحتاج الى واسطة لكي يصل الى قريب يدنيه. الى قريب يدنيه. هو قريب بس انت اللي بعيد. طب البعيد يجي ازاي للقريب؟ يحتاج الى باب ليدخل الى المحراب حتى يدنو من حضرة الايه؟ الاحباب. فربنا مش بعيد ولا حاجة. ولذلك لما كان الطريق الى الله يحتاج الى مرشد يدل على الله، قال الله عز وجل في سورة الفتح: يا ايها النبي انا ارسلناك أرسلناك مين اللي بعده؟ الله تعالى. ما الله مش عايز وصفك. ايه وصفك؟ هو مش عايز وصفك وصوله إليه، لكن احنا محتاجين ألف وصفة وصولنا إليه، وإلا ما كانش يبقى فيه محتاج حاجة، عشان مش محتاجين رسل. كان ربنا كده كلم الناس المذنبين اللي دخلتنا، ربنا بيكلمهم يقول: يا عبادي الذين أسرفوا. منه ليه كده؟ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. قال كده ربنا؟ قال لا، قال قل يا عبادي. وهنا سأشير إلى لطيفة انتبهوا إليها. هنا كثير يقول لك إيه يا أخوانا، ربنا مش محتاج واسطة بينه وبينه. أيوة، في تجلياته إلي هو مش محتاج واسطة، لكن في وصولي أنا إلى هذا الرضا أحتاج إلى ألف واسطة. واسمع قول الله عز وجل: وإذا سألك، مستدله بالآية دي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أنا قريب، دي مش محتاجة فعلا أجيب دعوة الله. هذا عمل ربنا ولا عمل العبد لربنا؟ عمل الرب للعبد قريب وأجيب. دعوة الداعي إلى إيه؟ فليستجيب لي وليؤمنوا بي. ما من عنده قل: وإذا سألك. إذا فهو المرشد الدال للعباد إلى رشاد أني قريب أجيب، لكن من غيره صلى الله عليه وسلم أنك كنا نعرف هذا العلم.